خلونا نشوف حكاية كورونا. حكاية كورونا دي هي الحكاية الأهم في سنة 2020، هذا العام اللي غير حياتنا وقلب حياتنا رأسا على عقب. محدش كان ممكن يتخيل وإحنا في نفس هذا التوقيت السنة اللي فاتت وبنتفرج على الصين. صحيح كنا بنشوف اللي بيحصل في الصين وابتدينا نشوف بوادر للحاجات في ووهان، لكن كنا متخيلين إنه حاجة بسيطة تخص الصين. طب إيه اللي هيجيب الموضوع عندنا؟ وإذا بالجائحة تجتاح العالم وتغير حياتنا. هذه حكاية كورونا. في مدينة ووهان الصينية ظهر فيروس كورونا أواخر عام 2019. بعدها في يناير 2020 بدأ العلماء دراستهم وأبحاثهم في محاولة للتعرف أكثر عن الفيروس المستجد، لكنه اجتاز الحدود الجغرافية وانتشر بسرعة في معظم الدول ونشر الرعب بين الجميع بعد ما حصد أرواح أكثر من 1,600,000 شخص وكسر حاجز 55 مليون إصابة حول العالم. مش بس البشر كانوا ضحايا كورونا في 2020، لكنه أثر على الاقتصاد وشل الحركة بمعظم القطاعات، خصوصا بعد ما ألزم الدول بفرض الإغلاق وحظر التجول للسيطرة عليه وحجز حوالي 4 مليار شخص حول العالم في منازلهم. المقاهي والعديد من المعالم السياحية افتقدت زوارها في النص الأول من عام 2020 وتوقفت حركة الطيران. الأحداث الاجتماعية والفنية والمسابقات الرياضية تم تعليقها، ده غير إن العمل في قطاعات كتير أصبح من المنزل. المدارس والجامعات هي كمان توقفت فيها الدراسة وأصبح التعليم عن بعد. بعد شهور من الإغلاق بدأ العالم يخفف تدريجياً من إجراءات العزل. في منتصف 2020 يبدأ التعايش مع الوباء، لكن رجع تاني شبح كورونا يخيم على عواصم الدول بالتزامن مع موجة تانية وظهور سلالة جديدة. وقبل انتهاء عام 2020 تم طرح أكثر من لقاح في الأسواق على أمل مواجهة كورونا والقضاء عليها تماماً خلال العام الجديد 2021. هشام الرباط، كلمة أخيرة.